الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم، مرحبا بك في الحلقة الثالثة من حلقات هذا اليوم والثانية على القناة الأولى لموقع مشروح، ومع درس آخر من دروس الحماية. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على إحدى الخدمات الجديدة التي أضافتها شركة مايكروسوفت نفسها إلى الويندوز، ابتداء من الويندوز 7 8.1 وأيضا الويندوز 10. كما نشاهد هذا التقرير من شركة مايكروسوفت يقول لنا Update to enable the diagnostics tracking service in Windows، بمعنى أنها تطلب منا تحميل تحديثات الويندوز من أجل تفعيل إحدى الخدمات الجديدة التي تسمى Diagnostics Tracking Service. هذه الخدمة لم تعقب شركة مايكروسوفت نفسها عن وظيفتها، بحثت هنا عن تعريف للخدمة وماهيتها فلم أجد أي تعليق من شركة مايكروسوفت، لكن كلمة تراكن نفسها تعني التعقب، وبالتالي فهذه الكلمة نفسها هي اتهام لمايكروسوفت بالتجسس على المستخدمين. حاولت أن أجد بعض التعريفات لهذه الخدمة أو حقيقتها، فمن ضمن الأشياء التي وجدتها مقال يقول بأنها This tracking service collects data about functional issues in Windows، بمعنى أن هذه الخدمة تقوم بجمع معلومات حول مشاكل الويندوز، ربما من أجل أن تقوم شركة مايكروسوفت بإصدار إصلاحات لهذه المشاكل في التحديثات المقبلة للويندوز. لكن كما قلت كلمة tracking نفسها هي اتهام تعني تعقب، وبالتالي تجسس الشركة على المستخدمين، لا يهمون إن كان بغرض الحماية أو إصلاح مشاكل الويندوز أم لا، فالشركة لم تعقب. ثم إن أغلب المستخدمين أو الكثير من المستخدمين إن صح القول، من خلال تجربتي الشخصية مع تعليقات المستخدمين كلما كان الموضوع حول شركة مايكروسوفت، يقولون بأنهم لا يثقون في هذه الشركة أصلا. وبالتالي فإن كنت من محبي الخصوصية ولا تريد من شركة مايكروسوفت أن تتجسس عليك، فتابع معي كيف يمكنك أن تقوم بتعطيل هذه الخدمة ومنع مايكروسوفت من التجسس عليك. مرحبا بك مجددا. إذا كل ما عليك فعله أولا هو الضغط على مفتاح الويندوز زائد الحرف R أو R لفتح اللان أو افتحها بالطريقة التي تريد. بعد ذلك في خانة البحث اكتب الجملة التالية services.msc ثم اضغط على OK. بمجرد أن تفتح معك نافذة الخدمات تنزل قليلا إلى الأسفل إلى أن تجد عندك هذا الخيار كما تشاهد Diagnostic Tracking Services. هذه الخدمة نقوم بالضغط عليها ضغطتين، تفتح معنا هذه النافذة، نذهب إلى Startup Type ثم نختار الخيار الأخير Disabled أو Disactive من أجل تعطيلها، ثم بعد ذلك نضغط على إيقاف Stop. يتم الآن إيقاف الخدمة بالكامل، نضغط على Apply من أجل إنهاء العملية ثم OK، وبهذا تكون قد قمت بتعطيل هذه الخدمة ومنعت شركة مايكروسوفت من التجسس عليك. لا تنسى الاشتراك في قناة مشروح الأولى وكذلك القناة الثانية للبقاء على اطلاع بجديد القناتين، ثم الانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الفيسبوك، ثم زيارة موقع مشروح للبقاء على اطلاع بجديد الحلقات والمقالات اليومية.